ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم السبت 25/6/1440 بعد الظهر الساعة 2:30، ونحن في الدقلة، مكان جميل. إن شاء الله ترون المياه وصوت خرير المياه. الطريق إلى سد دقلة. النزول للأسفل. اسلم. كمان. لا مبين كفة جميلة. نحن بالأعلى، والآن الحمد لله نزلنا إلى الأسفل. مكان جميل وهدوء وجبال ومياه ودرجة الحرارة 18. اللهم لك الحمد دوما وأبدا. هذه طلعتنا الصعبة اللي طلعناها قبل شوي، والحمد لله على السلامة. الماء وخرير الماء. نهاية الرحلة لهذا اليوم، اللهم لك الحمد. يبت الضوء، ثم بعد قليل إن شاء الله نعود إلى الرياض، وهذا المكان يبعد عن الرياض من 100 إلى 120 كيلو، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.